اشتركي على الفيسبوك نور أريبيا. خلينا ناخذ مقادير سلطة البطاطا مع البصل المكرمل والفليفلة المشوية. الزمنا 5 حبات بطاطا مقطعة ومسلوقة، حبة فليفلة حمراء، 3 بصلات مقطعة جوانح، 2 كبار خل البلسمك، 2 كبيرة سكر بني، 1/4 كوب بقدونس مفروم، 2 كبار كبار، 2 كبار مخلل خيار مفروم، 1/4 كوب مايونيز، 1/4 كوب لبن، عصير ليمونة، 1/2 كوب زيت زيتون، 2 كبار من خلطة التوم والأعشاب من كنور. بالضبط. شو يعني بصل مكرمل؟ بصل بدك تسويه على النار تقريبا 1/3 ساعة قبل ما تكملي هلأ شو بدي أعمل. فطبعا أنا بديت فيه تحت الهواء حتى يصير لونه ذهبي، ومن هون رح أكملكم كيف بده يتكرمل البصل. هلأ بدنا نحط على البصل بس مقدار 2 كبيرة سكر بني. هلأ خلال التقلاية أنا أضفت له رشة ملح صغيرة حتى يدبل بسهولة أكتر. هلأ بنحط له 2 معلقة السكر البني أو سكر أبيض بصير، بس البني أطيب. نحركها معاه. هلأ رح يصير فيه تفاعل ديالا. لا مش كتير يعني. لا مو التفاعل أنا بدي أبعد عن الريحة. بس بدنا نحط بلسمك، خلي البلسمك. البلسمك بتحطيه على السخن؟ بحطه على السخن. بس 2 دقيقة لأنه أوريدي أنا البصل عندي شقر وما بدي إياه ينحرق كتير، بس عبين ما هيك ياخذ لون إشي خفيف. هلأ هاي كلها الصوص رح تدخل برضه بالدريسنج تبع السلطة، فما بتتخيلوا قد ايه طيبة. تمام. كيف الطعمة بتكون طيب مع سلطة البطاطا هيك حلو شهي؟ هلأ المكون الثاني اللي بده يدخل لهاي السلطة هو الفليفلة. شو عملت بالفليفلة؟ طبعا شويتها بالفرن حتى تطلع معانا هيك، بس كيف طلعت معانا هيك؟ نقسمها بالنص. اوكي، نتخلص من البزر اللي جوا وبس ندهنها بشوية زيت زيتون ومندخلها على فرن حرارته تقريبا 190 ل 200 لمدة 1/2 ساعة لحديت ما شوية القشرة تسود معكم. كيف لما بنعمل باذنجان بتحسوا انه سود شوي؟ بتطلعوها من الفرن وهي لسه سخنة، بتغطوها بالنايلون او بصحن، فبتهيب بتصير على البخار، بتقدر انك تقشريها وتطلع معك الفليفلة مقشرة مثل هاي. اوكي، هيك بتطلع معنا. فهلا بدي بس اقسمها عشان برضه نضيفها للسلطه. هيك فوفي. معلش بس ياسمين بتقول لك مسامحتك بالخيار المحشي السنه هاي، بلكي على السنه الجاي ان شاء الله. ياسمين والله حق معك يا ياسمين، خلص خيار محشي معك نور. حق معك يا حبيبتي. صوفي بتقول ممكن نشارك بالمسابقه من برا الاردن. شوفي هلا في يعني هلا هو الابلكيشن صعب يفتح من برا الاردن، بس في مشتركة كتير حابة تشترك، هي عايشة بالسعودية. هلأ يمكن تقدر مثلا حدا من خواتها أو إشي تبعت لهم الصورة لهون وتحط لها الصورة، وقالت لي رح تيجي عوقت عوقت المسابقة اللي هي نسرين. بس من برا يعني ما صعب شوي أظن، لأنه كيف بدك تيجي عوقت الطبخ ووقت تسجيل الفيديوهات. هلأ إذا هي بتقدر تيجي إشي تاني طبعا بتقدر تشاركي طبعا، لكن لازم تكون تواجدك هون خلال يعني المراحل النهائية صح؟ بالضبط، خصوصا وقت التحكيم ديالها. بالضبط. وقت تسجيل الفيديوهات. ما بتصدقوا الفليفلة المشوية قد ايه زاكي مع كتير شغلات، يعني كتير هيك بتعطي نكهة طيبة. مرة أنا عملت فيها باستا هيك هرستها مع توم وبندورة اللي هي الساندراي توميتو، كتير طلعت طيبة معها كمان. نسرين محارمة بتقول لك هي ما بتفوت ولا حلقة. يسعدك يا نسرين، من الرياض بتتابعنا. الله يخليك يا حبيبتي. هاي آخر سلايس. أريج بتقول لك يا ديما الكلير مش عم تزبط معي. جربت طريقتي شكلها. تواصلي معي على صفحتي عشان أشوف شو عملتي غلط أو إيش صار معاكي وإنتي عم تخبزيها. أوكي. شرب كنور عندهم شوربة الذرة؟ لا هون لا، بالأردن لا. مش موجودة. طيب هلأ ديالا بدي أطول صحن حتى أخلط فيه الدريسنج أو الصوص تبع السلطة. وهون عندنا بطاطا، عندكم خيارين، يا أما بتسلقوها يا أما بتقلوها قلي.
وبعدين بتعملوا فيها السلطة. أنا سلقتها عشان تكون شوي أخف بما إنه الدريسنج فيها شوية مايونيز، فقلت بلاش تكون كتير تقيلة. بدي أضيف لها شوي من الفلفل وأخلي الباقي للتزيين، وبدي أضيف لها شوي من البصل أخلي الباقي للتزيين. سخنة هاي يعني؟ لا هلا هي سلطة. هلا أنا دائما ديال السلطات بحب إنه ينحط عليهم الدريسنج وينحط شوي بالتلاجة بشربوا أكتر، خصوصا سلطات البطاطا. هلا هون في عنا كبار أو الكيبرز للي بلاقيه، اللي ما بلاقيه بيقدر يستغني عنه ويضله بس على المخلل، لأنه هون في عنا مخلل خيار. أوكي هلا ضل نحط البقدونس، ونحط خلطة الثوم والتوابل من كنور، هاي رح تغنينا عن أي بهارات أو أي إضافات مثل الثوم وغيره. رفعت الصعوب، شكراً لإلك وللوالدة. هلأ ديالا رح أعمل أنا الصوص. كيف نعمل الصوص؟ هلأ دائماً أنا أي سلطة فيها مايونيز بحاول اني اختصر من دسامه المايونيز واكسرها بلبن. فهون انا حاطه مايونيز ولبن، يعني مش يعني هي مثلا لما انت بتقراي كوب مايونيز، اذا كثير يعني كثير اذا حطيتي كوب مايونيز بالسلطه، فاكسريه باللبن وبيعطي برضه طعم كثير زاكي. فنص بنص خلينا نقول. مهمه لسلطه البطاطا بالذات لما بنعمل الصوص لازم نعملها برا كتير. علشان جوا منكسر البطاطا بالضبط، لما تكون مسلوقة البطاطا رح تتكسر معاكي. هلأ بدنا نحط رشة ملح خفيفة جدا، بس هي البطاطا بتاخد ملح مع انه فيها خلطة الثوم، وبدنا نحط شوية فلفل أسود. طبعا زيت زيتون وعصير ليمون. ورح أرجع أعيد بالنسبة للي عم بيحاولوا يدخلوا ويحطوا صورهم، أي صورة بدون منتج كنور رح تنرفض بالمسابقة. يعني انا دخلت امبارح، طبعا عشان هيك نفرجيهم مثلا كيف بدكم تعرفوا مستخدمين. تدخلي انت على كيف مستخدمين منتج كنور، ولا بنحطوا لك مغلف كنور يعني زي كيف انا عامله. اها شايفه أوكي. هيك بالضبط هتتصور الاكله. فعشان هيك عم نحاول برضه انه نقدم الاكل هاي الطريق بهاي الطريقه هاي السنه، حتى تفهم السيده انه هي لازم تحط الاكله مع المنتج، وهيك تنزل الصوره. اوكي شو مكانت سلطه شو اسمه شو مكانها يعني تتفنن، بدنا اياهم يتفننوا شوي يعني تكون السنة شوي الماضي كان يعني بس مشان نعطيهم شوية تريك. السنة الماضية كان في، هلا احنا بلادنا العربية الرز يعني أكلة أساسية في كل بيت، فكانوا السيدات يعني أبدعوا في انهم يعملوا انواع مختلفة من الرز، بس انه كتير. بلكي المرة هاي هيك شوية نطلع من شغلة الرز نعمل اشياء تانية. ديالا بس قلت لها انه قرب التحكيم، قالت لي خليني الحق انزل لي كم من كيلو عشان الحق رز قبل لا بس الحقيقه الرز اللي كان موجود كل يعني هذا طبيعي. المندي سكري كم من مندي كم من برياني، بعدين بطلنا كنا ناكل لقمه، يعني لازم لقمه لانه بدك تلحقي لك، بطلنا ناكل لقمه جد. صرنا نتغدى ونتعشى. هلا انا رح احركها بايدي لانه بحسها بتتجانس اكثر، وانا لابسه كفوف فاكيد انه بصير. طلعوا الالوان من الخل البلسميك من خلطه الثوم والتوابل، ما بتصدقوا شو النكهة طيبة. وإذا حطتوها شوي بالثلاجة قبل ما تقدموها كتير كتير البطاطا بتمتص الدريسنج. وفي ملاحظة إنه دائما سلطة البطاطا يعني بعد ما تسلقيها بشوي وهي لسه فاترة حطي عليها الصوص تشربها أكتر. هيك تقريبا. في أفنان بتقولك يا ديمو أنا اشتركت وعملت بيتزا على طريقتي بس بحب الطبخ كتير. الله يسعدك يا أفنان. اليوم بدخل بشوف مين الأسامي الجداد، أنا مبارح دخلت وقرأت. أنت خليتيها تصير تستخدم التوابل تبعون كنور. الله يسعدك حبيبتي، إن شاء الله نكون عم نفيدك وتكوني مبسوطة. ميمو بتقول أنا كنت بتابعكم من دوامي وما كنت أقدر أشارك معكم، وهلأ تركت دوامي وبتابعكم بمزاج راقي رايق. متى فترة إعلان النتائج وتصوير الفيديوهات بكنور؟ خلال أول شهر 4 إن شاء الله. هذا عشان لا إذا بدأ هاي لأنه بتقولك إذا بدنا نشترك من برا الأردن. هلأ شوفي التحكيم بشهر 4، الفيديوهات لا لأول 5.
خليها تتواصل معي على الصفحة، رح أعطيها تفاصيل أحسن. طيب دخلك الكفتة بالطحينة أكلة شتوية، شو رأيك؟ شو عارفة لأنه كل عم بقوله يا شو طيبة أكلات الشتاء، ويرت ما تنقطيش على المطبخ على من مسحها ولا على الكاونتر من مسحها يا بنتي. فراس نفاع إن شاء الله عن قريب. شكرا لإلك. الكفتة يا ديما مبينة عليها إنها طيبة، والله كتير طيبة. جربوا الطحينة بهاي الطريقة رح تحبوها. هلأ بدي أحاول بس شوي أطلع الفليفلة اللي ضلت عندي. هلأ أمل بتقول طيب بلكي جبنا طبخنا وما استخدمنا وجبنا كيس من أي محل، مش مشكلة اشتركتي يعني، بس بعدين رح تيجي على المسابقة رح تطبخي منتجتك. لا هو الهدف يعني إنه إحنا بدنا نشوف تفننات وإبداعات الستات، فأنت لما تيجي على التحكيم رح ندوق الأكل وأنا بفرق له كتير منيح إذا فيه كنور. خلص صار فيه هلأ نكهة كنور، في إلها نكهة معينة، فالكل لجنة التحكيم يعني صاروا عارفين، صاروا خبراء في الطعمة. بعدين الجوائز السنة محرزة فيها كاش. وبما أنه نحن كيف الستات إنها كاش؟ لو عارفين هيك كان عملناها كاش السنة الماضية أرخص من ودي على لندن وفيزا وتذكرة. بس هالمرة في ثلاث جوائز حبيبتي، يلا السنة الماضية كانت بس جائزة واحدة، هلا ثلاث جوائز ألف ألف ألف، ثلاث في جوائزها 150، في 150 دينار لآخر 30 مشتركة، صح يعني في كتير جوائز هاي بالزبط. السنة هلا بس هيك عشان يبين إنه فيها فليفلة. شو بنعمل؟ نحطها، نحط الفليفلة